يعقوب، اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك يا فندم. اهميه هذا الاجتماع النهارده، وهل نقدر نقول ان هناك خلافا كان ما بين البورصه وهيئه الرقابه الماليه، نعم ام لا؟ اتفضلي يا فندم. في الحقيقه يمكن احب اوضح ان امبارح بس انتشرت بعض يعني المستثمرين وابتدوا يعتقدوا ان في خلاف، ولكن ما حدث هو ان الهيئه العامه للرقابه الماليه اعلنت اجنده اجتماع تخص اليوم بأطراف السوق من اللجنة الاستشارية والبورصة وبعض أطراف السوق والمقاصة والصندوق، وأيضا البورصة تلتها ببيان بأجندة بتضاف لهذا الاجتماع لدراسة بعض المشاكل اللي يمكن إدارة البورصة ومجلس إدارتها ارتقوا إن هي اللي كان ليها التأثير على أو في الصورة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة على أداء السوق المصري. نعم. ولكن ما يحدث في البورصة المصرية هو أكبر بكثير من أداء الجلسات الأخيرة. هو زي ما حضرتك قلت إن إحنا من بعد 2011 البورصة المصرية لم تعد لما قبل هذا التاريخ. يمكن من وجه اتفضلي. ممكن تقولي لي كنا إيه بقينا إيه؟ يعني بداية تقريبا اتصالات 2005 واللي حصل 7 و8 وكان عندنا يعني قفزة هائلة. اتفضلي. طيب اسمح لي من خلال برنامج حضرتك ابتدي اتوجه باسئله، لو عرفنا اجاباتها هنعرف احنا ازاي وصلنا للحاله دي. اتفضلي. هو ما هو مفهوم البورصه؟ ده المفهوم اللي احنا نفسنا نعرف اجابته ايه عند المسؤولين، لان في الحقيقه لو تم الاجابه عن هذا الامر مشاكل البورصه اللي احنا بنتكلم عليها، البورصه مش مشاكلها المشاكل اليوميه اللي احنا بنشوفها، البورصه مشاكلها اكبر بكتير. خليني اقول لك بصوره سريعه، اولا البورصه دور ليها دور مهم جدا في جذب سيوله لمساعده الاقتصاد وتمويله. اكبر مشكله بيعاني منها اي اقتصاد او اي نشاط اقتصادي هو التمويل منخفض التكلفه او الرخيص، والبورصه بتمثل احد اهم هذه الممرات. طيب ده بالنسبه للشركات. بالنسبه للمستثمرين، اكيد في بعض المستثمرين او في شريحه من المستثمرين بتدور على عوائد اعلى من البنك، فبالتالي بتبحث عن مجالات للاستثمار، المفروض تعتبر البورصه احد اهم هذه الممرات. وخليني اقول لحضرتك ان بصوره غير مباشره ان البورصه ممكن تستخدم لجذب الاقتصاد الموازي اللي هو يعتبر الهم الاكبر للدوله، واللي بتبحث عن طرق بره الصندوق، منها البورصه المفروض تبقى الدور ده ويفعل ان انا اطرح شركات تابعه للدوله. وبالتالي اجذب المستثمرين فارفع القيود علشان الناس تدخل البورصه وتبتدي تمول هذه الشركات، فهذه الشركات تاخد الاموال ويزيد نشاطها، وبالتالي يزيد العائد الضريبي ليها، الايراد الضريبي للدوله، فبالتالي يبقى انا كده بصوره غير مباشره سحبت جزء من السيوله اللي موجوده في الاقتصاد الموازي ودخلتها الاقتصاد الغير موازي ودخلتها الاقتصاد الرسمي. اقول لحضرتك على نقطه هامه جدا، ان البورصه ليها دور امني او بعد امني هام جدا يجب ان الدوله تنتبه اليه. الدوله دلوقتي بتسعى، او سياده الرئيس يمكن ابتدى يهتم مؤخرا بدور البورصه، وابتدينا نشوف ده في اعلان سياده الرئيس عن طروحاته العملاقه في البورصه المصريه من العاصمه الاداريه والعالمين والمتحده الانتاج السينمائي وغيرها من المشاريع وقطاع الاعمال. خليني بقى اوضح لحضرتك ان الطروحات دي لو قدرنا نجذب بيها شرائح جديده من الافراد في المجتمع المصري، وخليني اقول لك ليه الافراد اهم من المؤسسات. يعني احنا دلوقتي يمكن تاني نشوف الطروحات ان النسبه الاقل من الطرح ال 5% هي في الطرح العام. لا، انا عايزه 30 و40% في الطرح العام، لاني عايزه الافراد يكتتبوا في الشركات دي، فالمصلحه تبقى بدل ما تبقى مصلحه عامه تبقى مصلحه خاصه، فبالتالي انا هحافظ على اقتصاد بلدي عشان انا مساهم ومكتتب وانا املك في الشركات التابعه للدوله، فده بعد امني اخر. طيب استاذ اتفضلي يا استاذ رانيا، فاحنا بنتكلم على شركات كبيره يتم طرحها وبالتالي نساعد اكبر عدد من الافراد، حضرتك مهتمه بالناس. ما هو خلينا نبقى واقعيين، البورصه مش زي الصوره اللي متصدره عنها ان هي لمجموعه قليله او شريحه بسيطه من المجتمع المصري. البورصات يجب ان تحفز الاقتصاد، انا للمره يمكن المليون بقولها، احنا ابتدينا نسمع ان البورصه قطاع يحتاج الى دعم، البورصه قطاع يحتاج الى تحفيز، للاسف دي كلها مصطلحات خاطئه. البورصه تدعم الاقتصاد، بالعكس
البورصه تحفز الاقتصاد. طيب من ضمن برضو اهميه البورصه ان البورصه ممكن تساعد الدوله على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، لانه دايما بيدور على سوق يتخارج فيه او سوق يزود رؤوس امواله. كل دي على فكره دي مصطلحات، يعني ايه بورصه؟ للاسف احنا من بعد 2011 لم يفعل دور البورصه كما يجب في الاقتصاد المصري، فابتدى ينخفض راس المال السوقي، ابتدت كيانات كبيره تتخارج من السوق، ابتدينا نعاني من مشاكل، وابتدينا نشوف بقى عمليه مش هقول المضاربه، لا في تلاعبات بتحصل، وبالتالي في امور ابتدت تؤدي الى الحاله اللي احنا بنشوفها ان البورصه اصبحت لا تستجيب لاي خبر ايجابي، وليا تحفظ على فكره كلمه الحوافز. ما حدث مؤخرا هي مجرد معالجه ضريبيه لقانون ضرائب الارباح الراسماليه على البورصه. لان المعالجه دي هي معالجه ايجابيه، خلت الضريبه بتمثل نوع من العداله، ان انا ابتديت ادي للمستثمر، يعني المستثمر اللي هيستثمر في البورصه، انا كاحد العاملين في هذا المجال كنت اتمنى ما نفرضش اي نوع من انواع الضرائب، ولكن مع المعالجه دي اصبحت الى حد ما بتمثل نوع من العداله، وبالتالي بس مش هو ده الحل، يعني عشان بس ما نحملش هذا الامر زي ما حضرتك قلت فوق طاقته، مش هو ده الحل. طيب لو انا بتكلم معدلات التداول اللي تمت والطرق المعالجه لهذه المعدلات، واللي خلى العمليه اللي هي فيها مش عايز اقول تشاؤم، ولكن اللي حصل اليومين اللي فاتوا خلى الناس كمان يعني في حاله، هو ايه اللي بيحصل؟ للاسف عمليات والضغوط البيعيه نتيجه عمليات المارجن، او المارجن ده احد الاليات اللي موجوده في السوق، وبالتالي مع اغلاق هذه الاليه او عمليات الشراء، يعني اللي هو الشراء المفتوح ده، فبالتالي ده سبب عمليات بيع وضغوط بيعيه قويه في السوق، ادت الى تبخر محافظ صغار المستثمرين، وده اللي مخلينا بنشوف دلوقتي في نوع من التخوف، وفي نوع من الصراخات من جانب صغار المستثمرين، وده ليه تاثير سلبي، لان في الحقيقه البورصه المصريه احنا المفروض ندور ازاي نحطها، لان البورصه دي المفروض مرآه للاقتصاد. نعم. لا المفروض اقتصادنا اللي بيشاد بيه من مؤسسات دوليه والقصه المصريه الناجحه اللي مش وجهه نظرنا احنا، مش احنا اللي بنقول على فكره. نعم. انت عندك مؤسسات تصنيف يعني بتقول ان الاقتصاد المصري من اقوى، يعني من اقوى الاقتصاديات في المنطقه، واقتصاد قادر على التعافي، وقادر على ان هو يقف في وسط ازمه زي ازمه كورونا كانت بتخفض فيها التصنيف الائتماني لبعض الدول، لكن الاقتصاد المصري قدر يحافظ على تواجده وتصنيفه. في نظره ايجابيه كبيره جدا من المؤسسات الدوليه زي صندوق النقد وغيره، ولكن للاسف هذه المراه لا تعكس هذا الاقتصاد. البورصه دي مش بورصه الاقتصاد المصري اللي احنا شايفينه. هل البعض اللي هو الغاء بعض الاسهم او بعض الاسهم ده اثر على مساله يعني التسويات تتم ازاي، وده يمكن ادى انه في عمليات انسحاب او سحب كتيره اليومين اللي فاتوا؟ مش انسحاب، هي ادت الى خسائر بالطبع. العمليه الغاء العمليات اللي الجهات الرقابيه بترى ان فيها تلاعب دي كانت احد الاسباب، مش هنقول هي الاسباب الرئيسيه، ولكن هي احد الاسباب بالفعل اللي ادت الى ضغوط بيعيه في السوق، واللي ادت الى حاله من الارتباك ما بين جموع المتعاملين والعاملين في المجال. ويمكن الفكره العامه هنا ان احنا محتاجين تعديلات تشريعيه للتعامل مع فكره التلاعب. في عندنا دول زي دول الخليج بيبقى عندها تغريم غرامه، وعندها تهديد، يعني الحبس، احكام بالحبس على المتلاعبين واعلان اسمائهم، ده احنا بنشوفه في هذه البورصات. يمكن لو الامر محتاج تعديل تشريعي، احنا لا يوجد ما يمنع، بالطبيعي القانون بيعدل لما يناسب الناس، لما يناسب البورصات او الاقتصاد، مش هيبقى ضدها، فبالتالي طبعا التلاعب لازم يعاقب عليه، ولكن بما لا يضر مصلحه السوق. هل اجتماع النهاردة إن شاء الله يكون ليه نتيجة غدا، نظرة تفاؤلية في البورصة، الاجتماع اللي تم اليوم وربما اتخذ فيه بعض القرارات، ومنها كمان الموافقة على خفض حوالي 20% مقابل خدمات تداول في البورصة، وهل النسبة دي كافية ل 20% ولا هي بداية؟ لا، هي في الحقيقة خليني أقول لحضرتك هي بداية، ولكن ال 20% دي تعتبر بداية، وده يعتبر اتساقا مع مصدر من قرارات
مجلس الوزراء المصري باعتباره كأحد المحفزات اللي طلبت من سوق المال وتم تلبيتها خلال اجتماع اليوم، مش اجتماع اليوم، خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمد هذا الخط. ولكن ما زال السوق بينتظر الكثير. اجتماع النهاردة يمكن كان بيناقش بعض الأمور الداخلية في التعامل وفي المارجن وبعض الآليات اللي هيتم تنفيذها منذ بداية العام وتم تأجيلها لمنتصف العام المقبل كنوع من إعادة الدراسة، ويعني عشان بس ما نحطش حاجة في وقت يكون ضاغط على السوق. ولكن ما زال السوق محتاج محفزات أكبر بكتير من اجتماع النهاردة ومن القرارات اللي صدرت من مجلس الوزراء. السوق المصري محتاج نظرة مختلفة، محتاج برنامج طروحات قوية، محتاج إن احنا ندي نوع من الترويج للبورصة المصرية، محتاج إن احنا نعيد الثقة ما بين المتعاملين وما بين الجهات اللي موجودة في السوق، ويمكن ده أمر هام جدا. هل في تنسيق ما بين البورصة وهيئة الرقابة المالية؟ دول تقريبا الجهتين المعنيتين بهذا، هل في تنسيق بينهم ولا إيه اللي بيحصل بصراحة؟ قرأت حضرتك هذا الأمر إزاي؟ في الهيئة خليني أقول لحضرتك النهاردة اجتماع اليوم كان حضره السيد رئيس البورصة والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه والسيد رئيس البورصة ونائبه، وكان أطراف السوق كلها حاضرين. فبالتالي يمكن الأمر في نوع من، وصدر النهاردة بيان مشترك من الجهتين، وده يمكن اللي بيعزز فكرة إن فعلا في نوع من التنسيق ما بين الجهتين. أستاذة رانيا يعقوب، تتفائلي بكرة بعد الاجتماع ده؟ شايفة بكرة الأيام الجاية إيه؟ عايزين نظرة تفاؤلية شوية. والله صدقني كلنا بننتظر هذه النظرة التفاؤلية، لأن احنا مدركين تماما 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 إن ما يحدث في البورصة المصرية هو شأن داخلي للبورصة فقط، لأن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي، البيانات إيجابية، كل اللي احنا شايفينه إيجابي. ولكن اللي بيعز على المستثمر المصري إن هو شايف بورصات العالم بتصعد، بورصات المنطقة بتصعد، وهو بيقف بيتساءل أين البورصة المصرية من هذه البورصات. فبالتالي يمكن إحنا زي ما بقول لحضرتك منتظرين النظرة الإيجابية، منتظرين المحفزات الحقيقية للبورصة المصرية. دي في إيد مين تحديدا؟ الحكومة هي اللي تاخد هذه المحفزات الأكتر؟ بالطبع بالطبع، إحنا محتاجين، معلش أنا عارفة الملف ده يمكن مش هيتقفل، ولكن المحفزات معلش النهاردة أنا لغاية دلوقتي أنا ما اديتش أي حافز للقطاع الخاص إن هو شركاته مثلا تطرح في البورصه، ما اديتش اي حافز او ابتديت علشان اجذب المستثمر المصري. النهارده المستثمر بيبص ان انا لما هدخل بورصه هيتفرض عليا ضريبه، في حين ان المستثمرين في الاسواق اللي جنبنا ما عندهمش اي نوع من انواع الضرايب. فبالتالي نوع المقارنه هنا، طب انا ايه اللي يخليني ادخل وادفع ضريبه؟ احنا محتاجين ندي نوع من الطمانينه، محتاجين نجذب المستثمر، محتاجين نجذب الشركات، محتاجين ان احنا نقدم خطه للمستثمر الاجنبي علشان يجي. ما هو عايز، انت عندك شركات قويه وعملاقه احنا منتظرينها. المستثمر الاجنبي بيبقى عنده اجنده، بيتحرك برؤوس امواله في المنطقه. فبالتالي لما مصر النهارده تعلن ان هي خلال الست شهور القادمه هتطرح مجموعه من الشركات وهتبتدي وتقول ايه هي الشركات، فده هيدي نوع من الحافز للمستثمر الاجنبي ان هو خلال الفتره الزمنيه دي هيكون متواجد في مصر. لو انا بتكلم على الاستثمار الاجنبي، لانه تقريبا بعد 2011 كتير قوي يعني تركوا البورصه، هل بدات تعود ولا هذه المرحله شايفين عمليه الرصد ازاي، اجنبي او عربي؟ في الحقيقه خليني اقول لحضرتك ان يمكن البورصه المصريه تراجعت في نظره المستثمرين الاجانب والعرب بصوره كبيره جدا، وده يمكن انعكس على انخفاض احجام استثماراتهم في السوق المصري. ويمكن اغلب استثمارات الاجانب بتتجه الى سوق الدين المصري لما يقدمه من العائد او يعتبر اعلى عائد حقيقي، واتجهت استثماراتهم في البورصات الى البورصات المجاوره لما تمثلها من انفتاح بقى في الاسواق وعدد طروحات قويه. يعني بعض البورصات العربيه متوقع تطرح خلال شهر بالعشرة والعشرين شركه، فلك ان تتخيل ان دي تعتبر بضاعه جيده جذب مستثمرين، الى جانب ان ما فيش اي نوع من انواع العوائق. يمكن احنا خلال الاسبوع الماضي كنا بنعاني او متخوفين من امر مهم جدا، وهو تخارج السوق المصري او التحرفات في مورجان ستانلي، احدى الشركات المطروحه في السوق المصري خرجت، واصبح السوق المصري مهدد ان هو من ضمن اقل عدد شركات او اقل وزن نسبي في مورجان ستانلي للاسواق الناشئه، واحنا مهددين ان احنا نخرج
من الاسواق الناشئه او الايمرجنج ماركت للفرونتير، فده هيهدد استثمارات الاجانب او بعض استثمارات الاجانب اللي كانت موجوده في السوق اصلا. فاحنا محتاجين خطه هيكليه سريعه، يعني الوقت اصبح مش في صالحنا، احنا محتاجين فعلا خطه سريعه. اسواق العالم كلها بتتحرك وبتصعد كل يوم، في حين ان البورصه المصريه بتهبط، فيجب هنا ان الامر ده يوضع على اعلى مستوى ويتم اعاده دراسته وهيكله البورصه بصوره اكبر من كده. استاذه رانيا يعقوب بشكرك شكرا جزيلا، خبيره